بسم الله الرحمن الرحيم. عدت إليكم اليوم بشرح جديد لنوع من اللبنات نراها دائما ولكن لا نستخدمها. هنا عندي لبنات إضافية، سأقوم في تدريب هذا باستخدام اللبنات الإضافية وتعليمكم كيف يمكن أن أنشئ لبنة مكونة من عدة أوامر من إنشائي. سأقوم اليوم بعمل مشروع لبرنامج تنافسي ما بين الطلاب أو بين مجموعة من اللاعبين، عبارة عن عدة خيول. طبعا في البداية لابد من تجهيز الكائنات المستخدمة والخلفية المستخدمة. نغير المنصة، خلفية قمت بتصميمها مسبقا أقوم باستيرادها. طبعا أنا كما علمتكم في شرح مسبق أنه نوع الصور إذا كان فيكتور من نوع SVG ستكون جودتها أفضل من أي نوع آخر، فسبق لي أن حولتها إلى SVG. نلاحظ أن الصورة كبيرة جدا، نقوم بتصغيرها بما يناسب المنصة أو حجم المنصة. طبعا نحذف كائن القط، لازلنا في الخلفية. نقوم باستيراد هذا الشكل، طبعا لا أعرف الأبعاد المناسبة، لابد لي من وضع الخيول أولا من الكائنات. هذا الخيل عندي، إذا أردت أن أضع ترقيم عليه سأستخدم النص الموجود في برنامج سكراتش. إذن هذا هو الشكل الأول جاهز عندي، أو الكائن الأول، كائن المتسابق الأول، الخيل الأول. أقوم بإدراج الخيول الأربعة وأقوم بتغيير لونها مثلا والرقم. بالنسبة لتغيير اللون سأختار رمز التعبئة وأغير مثلا هذا اللون. الكائن الثالث أيضا بنفس الطريقة، والكائن الأخير نعود للمنصة مرة أخرى ونقوم بعمل مضاعفة لهذا الشكل. مضاعفة، الآن الخلفية جاهزة، يتبقى لي الكائن الموجود. أضع كائن يعبر عن خط النهاية، يتبقى لي إضافة كائن يعبر عن خط النهاية. يمكن رسمه بكل بساطة بهذا الشكل، طبعا أود التنبيه على نقطة مهمة جدا، هنا توجد نوعيتين، صورة نقطية بمعنى BMP وصورة إشعاعية بمعنى SVG. طبعا نختار دائما الصورة الإشعاعية لجودتها الأفضل. يمكن وضع هذا الكائن هنا، نلاحظ أنه كبير زيادة عن اللزوم، ممكن تصغيره والتعديل من شكله. المهم أن يعبر عن خط النهاية بأي شكل كان. الآن الخلفية والكائنات أصبحت جاهزة عندي، نبدأ الآن بالبرمجة. عذرا هنا رقم 4
يبدو أني عندما عملت تراجع. نعم، الآن عندي 4 خيول كلها جاهزة والخلفية جاهزة. نقوم ببرمجة الكائن الأول بأنه عند الضغط على رقم 1 يتحرك اللاعب الأول بمقدار معين. طيب، يمكن التحرك أن نستخدم اللبنات الإضافية. يمكن أن أنشئ لبنة أسميها مثلا انزلاق مثلا، وأعرف هذا الانزلاق بأن أكتب له هذه المجموعة اللبنات عبارة عن تشغيل صوت. ممكن أن أشغل أبحث عن صوت من المكتبة الصوتية بسكراتش، هناك عندي صوت، أكرر هذه العملية عدد معين. وهي التحرك إلى الأمام مع الانتظار قليلا، طبعا ثانية كثير جدا، ممكن أن تكون جزء 1 من 10. طبعا نلاحظ أن الصوت جدا طويل، فيمكن تحرير الصوت يمكن أن أعمل له تحرير وأقتصه مثلا. نجرب الآن. نعم، الآن أصبح 10 مرات، ممكن أن تكون كثيرة، أكتفي ب9 مرات ليتناسب مع الصوت. الآن عندي هذا الانزلاق، يمكن أن أضعه هنا عند الضغط على رقم 1 سيتحرك أو ستعمل لبنات الانزلاق، وإذا لامس خط النهاية ممكن أن أضع شرط هنا إذا لامس هذا المسمى بكائن 1 سيشتغل صوت آخر وننتظر انتهاؤه. الصوت هو لا طبعا نغير الصوت. نعم، هذا الصوت يمكن اختياره. إذن نجرب البرنامج الآن، عند الضغط على رقم 1 سيتحرك الحصان مع إصدار صوت. نضغط رقم 1 عدة مرات إلى وصول خط النهاية. نعم، الآن الكود صحيح والبرنامج يعمل. إذن اللاعب عندما يحل بالإجابة، عندما يجيب الإجابة الصحيحة سيتحرك إلى الأمام، وعندما يجيب إجابة خاطئة سيقوم المعلم مثلا أو الذي يطرح الأسئلة بالضغط على مفتاح المسافة ليقوم سكراتش بإصدار صوت تنبيه، صوت بز. فعند الضغط على مفتاح المسافة سيصدر صوت ممكن هذا الصوت نستخدمه. الآن أصبح عندي البرنامج جاهز. نقوم ببرمجة اللاعبين 3 الآخرين بنفس الطريقة. يمكن سحب هذا الكود إلى اللاعب الثاني وهذا الكود أيضا، أو هذا الكود نكتفي به لا يحتاج، ولكن عند الضغط على مفتاح رقم 2. نجرب الآن، عند الضغط على 2 نلاحظ لا يحدث شيء. لماذا؟ لأن لبنات الانزلاق موجودة فقط على الكائن الأول، فنقوم بسحبها أيضا للكائن الثاني
نجرب الآن. طبعا الصوت غير موجود، نلاحظ هذه أصوات الكائن الثاني غير موجودة، فنقوم الآن باستيراد جميع أصوات الكائن الأول. طبعا الكائن الأول هذا لا نحتاجه، وهذا هذه هي الأصوات المستخدمة في الكائن الأول، فنقوم ب نقوم بإدراجها في جميع الكائنات. هذا الصوت المستخدم، وهذا مستخدم، وهذا أيضا في الكائن الذي يليه. طيب نجرب الآن. وعند الضغط على المسافة، طبعا عند الضغط على المسافة لا يحتاج أن نكررها لجميع الكائنات، بل نكتفي بإدراجها في أي منها. بنفس الطريقة الكائن الذي يليه، مع تغيير فقط الرقم، نغير الرقم إلى رقم 3. ونقوم بسحبه أيضا للكائن الأخير مع تغيير عند الضغط على رقم 4. الآن اللعبة عندي جاهزة، ولكن إذا أردت أن أضع مثلا صورة فيها تعليمات اللعبة وصورة أخرى فيها مقدمة للعبة، سيحدث تغيير بسيط آخر. قد يستغرب البعض لماذا لم أستخدم للآن لبنة عند النقر على رمز العلم. رمز العلم سأستخدمه الآن لإخفاء هذه الخلفية لتظهر خلفية أخرى عبارة عن مقدمة للعبة. سأقوم بداية باستيراد هذه، عندي المقدمة. المقدمة يمكن بالنسبة لبرمجتها ستكون عند النقر على لبنة العلم تظهر، بمعنى في بداية البرنامج تظهر. وفكرة البرنامج أنه بالضغط على الH من Help تظهر تعليمات اللعبة، وعند الضغط على الS نبدأ اللعبة. فسنضع الآن لبنة أو أمر عند الضغط على الإس، ستختفي هذه الصورة. هذه عندي البرمجة، بداية تظهر ثم تختفي بالضغط على الإس لتظهر خلفيتنا التي نعمل عليها. طب الآن كيف أعمل وهذه الخلفية هنا وتعوق عملي؟ فيمكن من الضغط على إظهار، نلاحظ إظهار تظهر، ونعمل على إخفائها إلى أن نبدأ بتشغيل اللعبة. يمكن استيراد أيضا تعليمات اللعبة كتبتها هنا. هذه هي التعليمات جاهزة. أيضا بالنسبة لبرمجتها بنفس الطريقة، عند النقر على، يمكن استيرادة من هنا، تختفي في البداية وتختفي عند الإس، ولكنها ستظهر. ممكن أن نعمل هنا مضاعفة ونغير، نجعلها تظهر عند الضغط على الH. إذن ستختفي في بداية البرنامج هذه الخلفية أو هذا الكائن، وستختفي أيضا عند الضغط على الS، ولكن عند الضغط على الH ستظهر. حاليا يمكن أن أخفيها لأنها ستعوق عملي. يتبقى لي أن أخفي هذا الكائن، لم أبرمجه للآن. لابد أن
أخفيها أيضا عند بداية اللعبة، وأظهره متى؟ عند الضغط على الإس، بمعنى عند بداية اللعبة أحتاجه ليظهر. طيب يتبقى لي أن أعود للكائنات وأقول عند الضغط على الإس تظهر أو يظهر هذا الكائن، ويظهر في مكانه، بمعنى في مكانه الآن بهذا الإحداثي. سأقوم بجلب الإحداثي، يظهر هنا. بنفس الطريقة في الكائن الثاني يمكن اختصارا لي أن أقوم بسحب هذا الكود إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا. مع تغيير الآن نقوم بوصله، مع تغيير الإحداثي في كل مكان، بمعنى هنا نغير الإحداثي. طبعا الإحداثي افتراضيا هو سكراتش بيضعه بدلا من أن أضعه في كل مرة، يختصر علي العمل. نلاحظ أنه يضع الأكواد فوق بعضها، أقوم أنا فقط بترتيب هذه الأكواد حتى لا يحصل تداخل. طيب عند النقر على زر العلم أو رمز العلم، ماذا سيحدث في البداية للكائنات؟ طبعا ستختفي في بداية اللعبة، تختفي، وأقوم بسحب هذه اللبنة إلى كل الكائنات. الآن برنامجي جاهز، يمكن أن أكبره من هنا وأستعرض من هذا، من لبنة العلم أو رمز العلم. نضغط بداية على الإتش، تظهر تعليمات اللعبة. نضغط الآن على الإس، تظهر عندي الخيول الأربعة. بالضغط على رقم واحد يتحرك اللاعب الأول، الضغط على رقم اثنين، والضغط على رقم ثلاثة، والضغط على رقم أربعة. طبعا هو المعلم يطرح السؤال، إذا أجاب اللاعب الأول سيتقدم، إذا لم يجب سيظهر هذا الصوت، وهكذا إلى أن تصل الخيول إلى خط النهاية فيظهر هذا الصوت أو يصدر هذا الصوت.